بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، كنا قد تحدثنا في شرح سابق عن رسم الهمزة في الكلمة، وكنت قد ذكرت لكم أن رسم الهمزة يعتمد على موقع الهمزة من الكلمة، وشرحنا لكم الهمزة الواقعة في أول الكلمة في وسط الكلمة، واليوم سنشرح لكم الهمزة في آخر الكلمة، أي رسم الهمزة المتطرفة. وهذه الهمزة ترسم على أربعة أشكال: على نبرة أو كرسي الياء، على الواو، على الألف، على السطر. والقاعدة الحاكمة تقول: انظر إلى الحرف قبل الحرف المهموس، أي إلى حركة الحرف الذي جاء قبل الحرف المهموس. إذا كان الحرف مكسوراً أي محركاً بالكسر تكتب على النبرة أو على كرسي الياء. مثال: ناشر، شاطئ، مهنئ. نلاحظ حركة الحرف الذي جاء قبل النبرة أو كرسي الياء كان محركاً بالكسر. عند تعليل هذه الكلمة نقول: كتبت الهمزة المتطرفة على النبرة لأن الحرف الذي جاء مكسوراً أو محركاً بالكسر. وهكذا نعلل كلمة شاطئ، مهنئ. وتكتب الهمزة على الواو إذا كان الحرف الذي جاء قبلها مضموماً أي محركاً بالضم. مثال: تباطؤ، لؤلؤ، بؤبؤ. نلاحظ حركة الحرف الذي جاء قبل الهمزة ضم، وهنا نعلل هذه الكلمة. نقول: كتبت الهمزة على الواو لأن الحرف الذي جاء قبلها مضموماً. وهكذا نعلل كلمة لؤلؤ وبؤبؤ. وتكتب الهمزة على الألف إذا كان قبلها حرفاً محركاً بالفتح أو مفتوحاً. مثال: ملجأ، أخطأ، مبدأ. نعلل كلمة ملجأ فنقول: كتبت الهمزة على الألف لأن الحرف الذي جاء قبلها مفتوحاً. وهكذا نعلل أخطأ ومبدأ. وتكتب الهمزة على السطر أي منفردة إذا كان الحرف الذي جاء قبلها ساكن أي محركاً بالسكون. مثال: عبء، جزء، شيء. لنعلل كلمة جزء فنقول: كتبت الهمزة على السطر أو منفردة لأن الحرف الذي جاء قبلها ساكن.